السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين والمتابعين، ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد الذي سأستعرض فيه خبرا يقول: مقتل مغترب يمني في أمريكا. قتل مغترب يمني الليلة الماضية في إحدى الولايات الأمريكية في ظل تصاعد ملفت لحوادث القتل التي تضال أبناء الجالية اليمنية. وأفادت مصادر في الجالية اليمنية بمقتل المغترب اليمني الذي يحمل الجنسية الأمريكية فارس شهاب الحنشلي برصاص مسلحين حاولوا الصدوة على المتجر الذي يعمل بداخله في مدينة ممفيس بولاية تينيسي الأمريكية. وقالت المصادر إن المسلحين أطلقوا وابلا من الرصاص على الشاب الحنشلي ما أدى إلى مقتله على الفور، موضحة أن الضحية من أبناء مديرية الشعر بمحافظة إب. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. وهذه خالص تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.